عن الهولي بلوك ومكوناتها، وقلنا ان شاء الله هنشتغل في الساب المره الجايه بتاعها، يعني افضل طريقه للساب. الحقيقه بس اللي انا يعني مخبيها عليكم من اول ما اشتغلنا في البلاطات، في السوليد والفلات والهول بلوك، ان شركه سي اس اي كولم شركه سي اس اي اسف شركه سي اس اي عامله كذا نوع برنامج، عامله الساب وعامله الايتابس وعامله سي اس اي كولم وعامله عامله برامج كتير. هي عامله برنامج متخصص في تصميم البلاطات اسمه سي اس اي سيف، برنامج السيف لو سمعتوا عنه. هو برنامج بسيط يعني سهل جدا جدا جدا، بس ما ينفعش حد يخش بيه الا ما يكون فاهم ساب كويس، يعني تكونوا فاهمين ساب كويس عشان تعرفوا تخشوا فيه، لان في الاخر طريقه ادخال الاحمال في الايتاب والساب والسيف واحده، لانها شركه واحده، فعارفين الطول المنيو بتاعها او الطول بار بتاعها واحد، فطريقه عاوز دخل حمل على نقطه اساين جوينت لود ودخل حمل، دخل حمل على اريا، فبس هو متقدم شويه في انه بيحسب شويه حاجات زياده، ممكن يطلع لك تسليح نفسه، يعني مش مجرد انه بس بيطلع مومنت وكده. في حتى اوبشن ممتاز جدا، يعني قبل بقى ما نخش في الهولو بلوك، انا الهولو بلوك عقيمه جدا، طريقتها عقيمه جدا على السيل عشان تطلع نتائج اقرب الى الحقيقه، بتبقى ممله جدا. لكن والساب نفسه داخل تعريفه ما فيهوش هولو بلوك، داخل تعريفه نفسه ما فيهوش هولو بلوك، لكن السيف جوه تعريفه فيه بلاطه هولو بلوك، بيرسم هو العصب لوحده وبيرسم كل حاجه لوحده من غير ما يعني من غير ما تقعد تدخل اي تفاصيل يعني، ويحدد لك هي 1 واي ولا 2 واي ولا اي حاجه، الحاجات دي كلها بينجز هو فيها جامد يعني. عشان كده تلاقونا احنا نفسنا الناس اللي شغاله في تصميم بره شغاله على البرنامج ده في البلاطات يعني. ما طبعا لا غنى عن الساب، والشركات ذكيه، ده برامج، البرامج تتباع فهي تسويق يعني، فهي لا يمكن ابدا تحط لك المميزات كلها في برنامج واحد، مستحيل. اللي ده بيعمل حاجه والساب بيعمل حاجه والسيف بيعمل حاجه، لا يمكن نحل دوم ولا تانك ولا لا دوم ولا تانج ولا ريتيننج بول ولا الحاجات دي كلها، ما نعرفش احنا اللي على الساب. هو الساب كبرنامج اشمل لكنه مش متخصص، عشان كده عملوا لنا برنامج السيف اللي هو البرنامج اللي هو المتخصص في الحاجات دي. ان شاء الله لما نشتغل في الوحده الثانيه مع بعض هتبقى انتوا بس دوستوا شويه في الساب، اقدر انا ايه اعمل لكم كده تشوف البرنامج السيف ان شاء الله مع بعض. الهولو بلوك بسرعه تاني، الهولو بلوك انتوا عارفين البلاطه سوليد سلاب، البلاطه سوليد سلاب بتبقى بلاطه زي ما انتوا شايفين كده فيها رقه واحده حديد. فالناس قالت لك طيب يا عم يعني افرض انا البحر بتاعي زاد، لو انا البحر بتاعي زاد يبقى انا المفروض ايه سمك البلاطه دي هيزيد. الكود بيقول لي لو سمك البلاطه سوليد سلاب زاد عن 16 المفروض تعمل ايه؟ تعمل رقه علويه، ما ينفعش تسيب البلاطه رقه واحده حديد، رقه واحده حديد او شبكه حديد واحده وهي سمكها اكبر من 16 عشان الشرينكج وعشان خاطر ايه الاجهادات اللي بتحصل على البلاطه، فلازم تدخل على طول من السوليد سلاب لمرحله الفلات سلاب. قال لك طيب يا عم الفلات سلاب جميله وكل حاجه بس خد بالك من حاجه، فيها كميات حديد كبيره، يعني انت عندك شبكه سفليه تحت وشبكه علويه فوق، ودي فرش وغطا ودي فرش وغطا، فحديد كتير قوي. فجم فكروا قال لك طيب احنا ممكن الاسبان يكبر مننا، بس ندور في الميكانيزم او في الاستراكشر بتاع الاليمنت، يعني التصرف الانشائي بتاعه عامل ازاي، البيهيفير بتاعه عامل ازاي. فقال لك طيب هو انت لو انت عندك بلاطه زي دي وعليها مومنت، المفروض المومنت شكله عامل ازاي؟ المومنت شكله عامل كده صح؟ التنشن تحت والكمبريشن فوق، بدليل ان هو ده الجزء المتهشر اللي هو الجزء اللي عليه ايه؟ كومبريشن زي ما احنا متعودين صح؟ قال لك طيب هو التنشن اللي تحت ده مين اللي بيشيله؟ الحديد ولا الخرسانه؟ الحديد ولا الخرسانه؟ الحديد طبعا. هو الخرسانه بتشيل التنشن؟ بتشيل كومبريشن بس. يعني انت عاوز تفهمني ان كميه الخرسانه اللي تحت النيوترال اكسس دي كلها ولا ليها اي لازمه؟ هي دي الحقيقه، هي مالهاش اي لازمه. لانك انت في الحقيقه معتمد على التنشن بتاعك، بدليل ان احنا كل المومنت اللي احنا بنطلعه على البلاطه بنشيله لمين؟ حديد. بنشوف المومنت قيمته كام كلها ونرميه على الحديد، نشوف الحديد شبكه الحديد دي هتطلع لنا المومنت قد ايه ونحط ندخله. فقال لك طيب احنا 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 كده ده معناه ان انت مش محتاج تحت الا شويه حديد وفوق خرسانه. من هنا جت فكره الايه؟ فكره الهولو بلوك. فكره الهولو بلوك ان هي ايه؟ احنا انا هعمل بلاطه هحط لك حديد تحت، بس طبعا الحديد ده ما ينفعش يتحط لوحده، فلازم له اعصاب ريبس، لانه لو ساب لوحده هيصدي وهيمسك ازاي في البلاطه اللي فوق. فقال لك خلاص انا هعمل لك اعصاب صغيره
واللي ما بين الاعصاب دي او ما بين الكاميرات دي، العصب كاميرا اصلا، اساس العصب كاميرا، هسيبهم اسيبها ايه مسافات فاضيه. تمام، وبكده انا قللت لك التكلفه وقللت لك الحديد. ليه قللت لك التكلفه وقللت لك الحديد؟ لان خد بالك من حاجه، لو انتم بصيتوا على معادله ال WS الحمل على البلاطه هتلاقوه 1.4 افتح قوس وزن البلاطه زائد الوول زائد الكفرنج اقفل القوس زائد 1.6 في اللايف لود، صح؟ حد مره بص تامل كده في كميه الديد لود مقارنه باللايف لود؟ الديد لود كبير جدا، رقمه كبير جدا جدا مقارنه باللايف لود، مع ان الديد لود ده المبنى معمول عشان اللايف لود، المبنى منشا عشان اللايف لود، ولا عامله عشان الديد لود؟ عامله عشان الحيطان هي اللي تعيش فيه، وعامله عشان السيراميك اللي يعيش فيه والرمله اللي تعيش فيه والحاجات اللي تعيش فيه؟ لا، انت اساس المبنى انت عامله عشان ايه؟ عشان اللايف لود، عشان الناس الكائنات الحيه اللي جوه المبنى. فبالتالي لما تقول لي ان اللايف لود 1 طن على المتر، الديد لود 1 طن على المتر المربع واللايف لود 2 من 10، ده معناه ان في حاجه غلط كده. يعني انت بتصمم كاميرا شايله 1.2 طن على المتر المربع مثلا، الواحد واحد منهم للديد لود واثنين من عشره منهم لللايف لود. فانت لو قللت الديد لود المومنت بتاع الكاميرا هيقل، يبقى قطعها هيقل، يبقى تسليحها هيقل، يبقى وفرت ولا ما وفرتش. من هنا جت فكره موضوع الايه؟ الهولو بلوك، ان احنا عاوزين نستخدم بلاطه او نستخدم طريقه في التصميم تخلينا نقدر نستفيد بالقطاع بفعاليه اكبر. تمام؟ جت من هنا موضوع البلاطه اللي هي الهولو بلوك او بيسموها الريبد سلاب. قال لك طيب بس انت خد بالك عشان يعني الكلام يكون اكتر منطقيه واكثر عمليه يا باشمهندس، انت الريبد سلاب دي عشان احنا في الاخر بننفذ بخشب، ما اقدرش انا ابدا اشكل لك الخشب انا واقعد اطلع وانزل واقعد اطلع وانزل واطلع وانزل. فقال لك خلاص احنا ممكن نعمل ايه؟ نجيب لك بدل ما نضطر نفرغ، لا نعمل شده خشبيه عادي عدل عادي خالص من الاول للاخر زي دي كده بالظبط، والمكان اللي انت كنت عاوز تمشي عليه انا اجيب لك انا فيه بلوكات من الطوب الاسمنتي الخفيف او بلوكات من الفوم انتوا عارفين الفوم اللي هو بيجي مع الحاجات الجديده الاجهزه الكهربائيه الجديده، الفوم الابيض ده، بحيث ان انت ايه ما تضطرش ان انت تمشي بالخشب بتاعك كده وكده 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 وكده، فتقدر انت تستفيد بفعاليه اكتر من القطاع. تمام؟ طبعا ايه هي كفكره ممتازه. بالمناسبه يعني الفرق بين الفلات سلاب والهولو بلوك، الهولو بلوك بتغطي نفس الاسبان بتاع الفلات سلاب، يعني الهولو بلوك بتغطي نفس الاسبان، يعني لغايه 7 متر 8 متر 10 متر الفلات شغال والهولو بلوك شغال، بس تقريبا مثلا ايه تلتين الحديد. بس احنا عندنا مشكله هنا في مصر ان احنا دايما بنعادي كل ما نجهله وبندور على راحه المقاول عشان فرق التكلفه، والناس لما بتلاقي حاجه جديده بتغلي فيها جامد. يعني الفلات هو اللي زياده بتلت، زياده تلت الحديد، يعني مثلا لو في سقف هياخد 10 طن فلات سلاب هتلاقوه بياخد في الهولو بلوك 7 طن بس. بس المشكله ايه بقى؟ ان المصنعيه بتاعت المقاول بتزيد شويه في الهولو بلوك وبياخد وقت وكده. طب بس طبعا فرق المصنعيه مش هيعوض فرق الحديد خالص، خصوصا مع الحديد اللي اليومين دول ب 12 و 13000 جنيه ده مش ممكن ابدا يعني. هي وزن اخف طبعا، هي فيها مشكله بس ان ارتفاعها بيكون كبير شويه، فالناس في الابراج ما بتفضلهاش. ليه؟ لان احنا في الفلات سلاب بنعمل بلاطه 20 سم، في الهولو بلوك هنعملها 30 سم، فبالتالي هو مسموح له ارتفاع معين، فلو خد من كل دور 30 سم 30 سم 30 سم بيلاقي المبنى بتاعه بيعلى بسبب البلاطه. فعشان كده ده احد الاسباب اللي الناس ما بتفضلهاش. بس طبعا الكلام ده يعني عشان الناس اصلا بتبني وخالف، لكن الناس لو بنت صح مش هيبقى عندها مشكله، يعني مش هيبقى عندها مشكله في الارتفاعات والكلام ده. فاهمين قصدي؟ لا، عدد الادوار ده ملوش دعوه، عدد الادوار يتدخل فيه النظام الانشائي للمبنى، ما يتدخلش فيه نوع البلاطه. السقف اللي انا كنت لسه بقول لكم عليه دلوقتي ده انا عامل نصه فلات ونصه سوليد. فين وفين عم اقنعنا المقاول انه يشتغل كده؟ هو يقول لك لا انا عاوز كلها فلات، ما تعمليش نص فلات ونص سوليد. ليه يا عم؟ يقول لك لا، نقول له طب خلاص بص هنحاسبك على انها كلها فلات بس انت عاملها سوليد. في الاخر فرقت قد ايه؟ فرقت في كل دور. السقف اللي انا كنت لسه بقوله لكم ده الدور بياخد كان هياخد 5 طن،
لما احنا وفرنا الموضوع وعملنا نص وفلات ونص سوليد، خد 4 طن ومش عارف و100 او 4 طن و200. المبنى 12 دور، 12 دور في حوالي طن، طن بكام؟ 12 طن حديد في 13,000 جنيه، رقم كبير مش هيعوض ابدا فرق ال 200 جنيه اللي هيزيدوا في كل دور للمقاول خالص يعني. طبعا ايه، انت الامانه تقتضي انك انت انك انت تعمل الصح والاقتصادي يعني. تمام، فدي فكره الايه، فكره الهوبلوك كفكره يعني. نفس الفكره برضو فكره البلاطات، في بلاطات منتشره حديثا اللي هي الهولو كور، بس هي فيها ميزه في ايه بقى؟ هي فيها ميزه شويه عن عن الهولو بلوك، انها بس هي مش منتشره قوي في مصر يعني، هي بره منتشره جدا، بس هي نفس الفكره برضو. هو بيقول لك ايه، انت مش محتاج الحديد، مش محتاج تحت الا حديد، فما فيش داعي ابدا، فبيحطوا مواسير كده، مواسير يقللوا فيها كميات الخرسانه المستخدمه، بس هي بتجيب بلاطات جاهزه وبتتركب في الموقع، عشان كده هي مش منتشره قوي في مصر. طيب نتكلم بقى تاني على الجزء، الحاجه اللي تهمنا احنا جدا 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 وركزوا فيها، ايه المكونات بتاعه الهولو بلوك. المكونات بتاعه الهولو بلوك زي ما انتم شايفين كده، غالبا بيبقى كاميرا ساقطه، ممكن ما تكونش ساقطه، تبقى كاميرا ايه، هيدن، مخفيه، واعصاب. العصب ده كل كام سنتي؟ كل 40 سنتي عصب. ليه 40 سنتي؟ لان البلوك عندنا 20، فبنحط بلوكين ونعمل عصب، بلوكين ونعمل عصب. ليها اشتراطات في الكود. في جزء دايما احنا ما بنحبش، شايفين الجزء بتاع البلاطه والجزء بتاع الاعصاب ده، احنا ما بنحبش مباشره، احنا ما بنحبش العصب ده او البلاطه دي، البلاطه دي او العصب ده يتحمل مباشره على الكاميرا، فبنعمل حاجه اسمها ايه، سوليد بارت. السوليد بارت جزء اللي هو الجزء كانه بالظبط بيعمل ايه بالمناسبه، كانه بيخلي الكاميرا كانها كاميرا تي او كانها كاميرا ال، فطبعا ده بيزود الاستيفنس بتاع البلاطه جدا يعني. تمام، هل هناك اشتراطات في الكود؟ في اشتراطات للكود، بيقول لك ايه، اولا التي اس، ايه التي اس ده؟ تي اس اللي هو سمك البلاطه الصغير اللي فوق ده، قال لك يكون يا اما 50 مللي يعني 5 سنتي، او الاي على 10. ايه الاي دي؟ اللي هي ال 40، مش احنا قلنا ان احنا كل 40 سنتي الاي دي، اللي هي قيمه الاي دي، كل 40 سنتي بنحط عصب، فدي قيمه الاي، تبقى اي على 10، تبقى 40 على 10 فيها كام؟ في 4 سنتي. مين الاكبر، 4 ولا 5؟ 5، بس احنا غالبا يعني بناخدها 7 سنتي، زي ما انا قلت لكم المره اللي فاتت احنا ما بنقلش عن 7 يعني. طيب بعد كده عندنا ايه تاني؟ البي اللي هو العرض بتاع العصب. العرض بتاع العصب يا اما 10 سنتي يا اما تي على 3، باخد القيمه الاكبر. ايه التي على 3 ده؟ لو سمك البلاطه الكلي، سمك البلاطه الكلي، بس احنا غالبا بناخده 10 سم. تمام، في اشتراطات كود نرجعها بسرعه، قال لك ان الاي دي ما تزيدش عن 70 سم، ما تزيدش ابدا عن 70 سم، بس احنا بناخدها كام، 40 سم طبعا، فاحنا كده في الامان جدا يعني. تمام، وقال لك ان الاكس دي ما تقلش عن 15 سم، بس احنا غالبا بناخدها 20 او 30 سم، فبرضه احنا في الامان جدا. التي عباره عن تي اس زائد الاتش، الاتش ده اللي هو ارتفاع البلوك، قال لك في علاقه بتحددها، هي لو الهولو بلوك دي كاميرا سيمبل يعني باكيه سيمبل او بلاطه سيمبل اسف، تبقى الا على 16، لو كونتينوس من ناحيه واحده الا على 18، لو كونتينوس من ناحيتين منها تبقى الا على كام؟ على 21. احنا يعني جرى العرف علينا احنا بنيجي على الوسط وبناخد هو سمك البلاطه وبعدين نجرب، احنا كده كده بنجرب نشوف المومنت طالع كبير، ده معناه ان احنا محتاجين نزود سمك الكاميرا شويه او عرض الكاميرا شويه. تمام معايا يا شباب؟ تمام كده. طيب اوزان البلوكات، احنا المشهور ان احنا بقينا بناخد البلوكات دلوقتي فوم، اللي هو الفوم فاهم، وزن البلوكات بالنسبه لي صفر، لكن لو انا هستخدم طوب اسمنتي فليه وزن، لو طوب جيري ليه وزن، خرسان ليه وزن، ورمل ليه وزن، بس احنا زي ما انا قلت لكم قبل كده ان احنا بناخد الوزن بتاعها ايه، صفر. ليه؟ لانها فوم، والفوم ده ليه وزن. ارتفاع البلوكات عندنا يا اما 15 سم يا اما 20 سم يا اما 25 ايه سم. تمام، لو لاحظتوا هتلاقوا ان ال 20 في 40 دي ثابته، اللي بيتغير هو الايه، الاتش، يا 15 يا 20 يا 25. المشهور عندنا في كل المباني السكنيه ان احنا بناخد البلوك 20 على طول، البلوك 20 والبلاطه 7، يبقى التي كلها كام؟ 27 سم. تمام، لو الاسبانات كبرت شويه يعني ممكن اخدها 25 سم واخد البلاطه ايه، 5، او اخد البلاطه 7.
انواع البلاطات الهولو بلوك، يا اما بلاطه وان واي الاعصاب بتاعتنا في اتجاه واحد، العصب في الاتجاه واحد، وفي اتجاه واحد يبقى في الاتجاه الايه؟ القصير طبعا مش الاتجاه الطويل. ده بيكون في انهي حاله؟ لما تكون البلاطه ما بين رينج الخمسه والسبعه. يعني لغايه 7 متر انا ينفع اقضي الباكيه كلها ايه؟ وان واي. النوع الثاني عندي اللي هو البلاطه الايه؟ تو واي. قال لك البلاطه التو واي دي بتغطي معاك لغايه 10 او 12 متر كمان. بس ليها شرط واحد، ان لازم ال ال على ال ال شورت يكون كام؟ ما يزيدش عن كام؟ عن 1.5، يعني الفرق بينهم من بعض ما يزيدش عن 1.5. الموضوع ده مهم جدا. تمام؟ طيب انا لو عندي باكيه زي دي كده، وان واي ولا تو واي؟ وان واي، لان الباكيه لان الاتجاه القصير بتاعها اقل من 7 5 متر. طيب واتجاه الاعصاب فين؟ اتجاه الاعصاب دايما بيرمز له بالسهم اللي عامل كده، ده كده اتجاه العصب. تمام؟ عشان لما تشوفوا في اللوحه، لما تشوفوا السهم ده في اللوحه تبقوا عارفين ان ده السهم بتاع الايه؟ بتاع اتجاه العصب. فدي بلاطه وان واي. طب لو انا عندي حاله زي دي وان واي ولا تو واي؟ تو واي. ليه تو واي؟ عشان حاجتين، اولا ان ال ال اكبر من 7 فما تنفعش وان واي، وتحقق فيها الشرط المهم اللي الكود قال عليه، ان لازم ال ال على ال شرطه ما تكونش اكبر من كام؟ من 4 على 3 او 1.5. تمام؟ طيب افرض انا بالصدفه يعني صادفني باكيه عجيبه الشكل زي دي كده، ان الطول ده 14 والطول ده 9، هل انا اقدر اخليها تو واي؟ لا ما اقدرش، لانها مش محققه الشرط ده، 14 على 9 اكبر من 4 على 3، فالشرط ده مش متحقق، يبقى انا ما اقدرش اخليها تو واي. يبقى انا هضطر اعمل ايه؟ هضطر اعمل كاميرا في النص، كاميرا في النص، كاميرا مدفونه في النص بالشكل ده كده، كاميرا مدفونه او كاميرا ساقطه، يعني لو الشكل المعماري يسمح ان انا اعمل كاميرا ساقطه، كاميرا ساقطه احسن طبعا. لو الشكل المعماري ما يسمحش خلاص. وكده الباكيه دي بقت 7، والباكيه دي بقت كام؟ 7. 7 في 9، ودي باكيه 7 في 9. ساعتها افرش في الاتجاه القصير اللي هو الكام؟ 7، او احط الاعصاب في الاتجاه القصير. تمام؟ هو يقول لك انها ما تنفعش تكون ايه؟ الاريا ستيل بتاعنا غالبا العصب بيبقى فيه سيخين سفلي، اقل قطر فيهم 10 واكبر قطر 22، على عكس الكاميرات ان اقل قطر فيها 12، لكن الاعصاب بتبقى المومنت عليها غالبا صغير. يعني ينفع احط قطرين مختلفين؟ ينفع، يعني واحد 10 وواحد 12، واحد 12 وواحد 16 ينفع. الكنات بتاعتها بتبقى اسمها كنه شنب، بتبقى كنه مفتوحه بالشكل ده كده، بتبقى 5 في 8، لان طبعا انتوا عارفين الكنات لمقاومه الشير، فالشير طبعا قليل جدا لان الكاميرا اصلا صغيره يعني. طيب في حاجه تانية مهمه في البلاطات الهولو بلوك الوان واي، اللي هو الكروس ريب. ايه الكروس ريب ده؟ قال لك ده عصب ثانوي بيتحط عكس اتجاه الاعصاب الرئيسيه، يعني ده ال شورت اهو، فده العصب وبعده عصب، كل 40 سم حط عصب، كل 40 سم حط عصب. وبعدين في الاخر بقى قال لك ايه؟ طيب قال لك في الاخر حط معاهم عصب ثانوي يجمعهم مع بعض ويربطهم مع بعض، يقلل الديفليكشن على البلاطه ويوزع الاحمال زي ما احنا شايفين كده. وده كناته بتكون كنات مغلقه، ما بتكونش كنه شنب، يعني ما بتبقاش كنه مفتوحه كده زي الكنات العاديه، لا بتبقى كنه مغلقه عادي خالص زي اي كاميرا عاديه. طبعا الحاجات دي بلوكات محفوظه زي ما انا قلت لكم قبل كده، ما حدش بيقلل فيها يعني. طيب الكود قال لك ايه على الكروس ريب ده؟ احنا في التصميم ما بنحطوش معانا في التصميم، يعني ما بندخلوش معانا في الحسابات. احنا في الحسابات كحسابات ما بندخلش اللي هو العصب الكروس ريب ده، لكن احنا بنستخدمه امتى؟ لو كان اللايف لود اقل من 300 والشورت اقل من 5 ما بحطش كروس ريب، لو اكبر من 5 بحط كروس ريب واحد، لو كان اللايف لود اكبر من 300 بحط كروس ريب واحد، لو كان اللايف لود اكبر من 300 والال شورت اكبر من 7 بحط ايه؟ 3 كروس ريب. شكل التسليح بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن ادي الكاميرا ساقطه اهي، لو انا عندي كاميرا ساقطه زي دي، ادي كاميرا ساقطه اهي، وده الجزء بتاع السوليد بارت اهو، ده الجزء بتاع السوليد بارت، ودي الاعصاب بتاعتي عادي خالص الرئيسيه اللي عندي، اللي هو كل 40 سم عصب، والبلوكات زي ما انتم شايفين كده، دي البلوكات بتاعتنا اهي. وبعدين في الاخر باجي عليهم كده اعمل كروس ايه؟ عصب ايه؟ اللي هو كروس ريب. تمام؟ الحته بقى اللي انتم ممكن تبقوا قلقانين منها ومتلخبطين منها، ازاي ارص ازاي ارص؟ ازاي ارص الكروس ريب او ارص الاعصاب بتاعتي في الشكل بتاعي؟
احنا اتفقنا ان احنا يا اما عندنا كاميرا ساقطه يا اما كاميرا مدفونه. نفترض ان الحاله اللي قدامنا دي زي الكاميرا الساقطه دي، فعندنا هنا سوليد بارت في الاتجاه ده اللي هو نفسه هو الاتجاه ده، وعندنا اسمه اكس 1 اكس 1 اللي احنا قلنا يكون ايه 20 سم او 30 سم، وعندنا كروس ويب في الاتجاه ده وكروس اسف عندنا سوليد بارت في الاتجاه ده برضه. تمام، بعد كده ابدا ارص الاعصاب بتاعتي كل 40 سم احط ايه عصب، ولو انا احتجت كروس ويب بحط. فبالتالي قال لك في معادله سهله جدا عشان تسهل عليك الموضوع ده، ان عدد البلوكات اللي انت محتاجها في الاتجاه الشورت بيساوي 2 اكس 1 اللي هو سوليد بارت زائد ان 1 في 2 من 10 زائد عرض الكروس ريب. ليه 2 من 10؟ ليه ال 20 سم اللي هو عرض البلوكات يعني. طيب تمام، ايه المجهول عندك هنا؟ ال L ده الاسبان معلوم بتاع البلاطه بتاعتك، المجهول عندك الاكس والان. الاكس قلنا هنفرضها، نفرضها ب 20 سم مثلا. لو انت فرضت الاكس ب 20 سم تقدر تجيب على طول الايه؟ الان الان 1 خلاص، والبي بتاع الكروس ريب ممكن تاخده 10 او تاخده 15 براحتك. تمام كده؟ الشورت نفس الكلام، ما يعني برضه بنفس الحسبه 2 اكس 2 زائد ان 2 في 4 من 10، لان الاتجاه بتاع الاتجاه الطويل البلوك فيه 20 في 40، ففي الاتجاه القصير 20 وفي الاتجاه الطويل كام؟ 40، زائد 2 ان 2 في ان 2 ناقص 1 في 1 من 10. عادي خالص مجهول برضه عندك الاكس 2 والان 2، افرض 1 افرض 1 يبقى المجهول عندك هو الان 2 ده عدد البلوكات في الاتجاه الثاني. طبعا الكلام ده حسبه يعني برضه ملهاش اي 30 لازمه. ليه ملهاش اي 30 لازمه؟ ان برنامج الاوتوكاد هيرمي لك الكلام ده خالص، انت اصلا اقعد رص على الاوتوكاد ولا تقعد تحسب ولا توجع قلبك يعني. فاهمين؟ عادي احنا ممكن على الاوتوكاد نحسبها على طول، مش هتاخد مننا اي وقت. تمام؟ شوية ملاحظات كده، بيقول لك إن لا يفضل في بلاطات الحمام أو في الأدوار النهائية أو في الكباري أو في حاجات اللي عليها دايناميك لود إن أنا أستخدم إيه؟ أستخدم هولو بلوك. ولو أنا عندي البلاطة بلاطة كبيرة وبلاطة كبيرة وبينهم بلاطة صغيرة، فغالبا المومنت هيبقى نيجاتيف، فيفضل إنها تكون بلاطة سوليد سلاب زي الحالة دي. معلومة مهمة بس، موضوع الهيدن بيم. ايه موضوع الهيدن بيم ده؟ احيانا انا ما بيبقاش عندي فرصه ان انا اعمل كاميرا ساقطه زي الباك اللي احنا فيها دي كلها. لو انا عاوز اعمل هنا كاميرا في النص فسقوطها هيبقى شكل وحش، فيفضل ان انا اخليها كاميرا ايه هيدن. وقلت لكم المره اللي فاتت ان مصطلح هيدن ده ما يصحش يقال الا على الهولو بلوك. ليه؟ لان هيدن بيم مقارنه ببلاطه 5 سم فهيدن بيم سمكها كام؟ 30 سم. فالاستيفنس بتاع اللي شايل اكبر من اللي متشال، او القوه بتاعت الكاميرا اللي شايله اكبر من اللي متشاله. لكن ما ينفعش بقى تيجي تقول لي فلات سلاب ويز هيدن بيم. ايه فلات سلاب ويز هيدن بيم دي؟ يعني راح حاطط شويه حديد كده زياده في كاميرا في على شكل كاميرا مقلوبه يعني، ودي منتشر كتير جدا في حتى في الارياف يعني، منتشر كتير جدا جدا ما اعرفش ليه. يقول لك احنا هنعمل لك مخدات. ايه اعمل مخدات دي؟ انا مش هعمل رئه علويه وهاجي على القمر كده واعمل قمر مدفون. قمر مدفون ده مش موجود الا في الهولو بلوك. اي مصطلح تاني مصطلح فاكس ملوش اي 30 لازمه. المقاول بيريح نفسه وبيريح الحداد عاوز ياخد صاحب الحاجه على قد عقله. تمام؟ السمك بتاعها لو اللي هي يعني شايفين الحاله بتاعتنا دي القمره دي شايله الاعصاب، ما هي شايله الاعصاب من ناحيه دي وشايله الاعصاب من ناحيه دي، لان العصب ماشي كونتينوس كده صح؟ فمتشال من هنا على كاميرا ساقطه وهنا على كاميرا ساقطه وهنا على كاميرا ايه؟ هيدن. فالعصب بتاعي مركزين ولا مش مركزين؟ فالعصب بتاعي متشال من هنا على الكاميرا دي. لو الكاميرا دي متشاله سيبكم بقى من الكلام بقى بتاع اللي قدامنا دي اكس 1 واكس 2 دي. لو الكاميرا دي شايله يبقى ابداها على طول 80 او متر. عرضها يكون 80 او متر في سمك التي اللي انت مختاره، يعني لو البلاطه 25 25 لو 30 30 دي لو شايله 80 او متر لغايه برضه ما اشوفوا المومنت واشوفوا في مشكله ولا لا. تمام؟ طيب لقيت العصب بتاعي، لقيت الكاميرا هيدن دي مش شايله، يعني مثلا نفترض ايه؟ نفترض ان الباكيه دي الاعصاب بتاعتي كانت ماشيه في الاتجاه ده، وانا عندي هنا عمود وهنا عمود هنا عمود وهنا عمود، فلما اجي احط عليهم مش هحط عليهم عصب، هحط عليهم كاميرا مدفونه. فالكاميرا المدفونه ما دام مش شايله اعصاب يعني زي الحاله دي كده. ركزوا بس معايا، انا عندي هنا عمود وهنا عمود
وهنا عمود وهنا عمود وهنا عمود وهنا عمود. وده ريسبشن على بعضه ماشي خلاص. ريسبشن ده حدود الريسبشن اهو. فلو عملت هنا كاميرا ساقطه ما حدش هيزعل، وهنا برده كاميرا ساقطه ما حدش هيزعل، وهنا برده ما حدش هيزعل، وهنا ما حدش هيزعل كده. بس انا لو جيت اعمل هنا كاميرا ساقطه الناس هتزعل. قال لك خلاص يبقى نعمل هنا هيدنج كده. طب هيدنج دي تتاخد ازاي؟ قلنا ناخدها 80 سم او متر بعرض العمود كده بالشكل ده كده. الكلام ده لو عشان الاعصاب بتاعتي هتتفرش كده، الاعصاب بتاعتي هتبقى كده كل 40 سم عندي عصب، ونفس الكلام هنا كل 40 سم عندي عصب صح. طيب افرض افرض انا عندي الحاله مش كده بقى. افرض انا عندي ان ده الشورت عندي، يعني ده الشورت، ده الشورت اهو، والاعصاب بتاعتي هتكون في الاتجاه ده، وهنا برضه الاعصاب بتكون في الاتجاه. فالكاميرا الهيدن دي مش شايله حاجه، مش شايله الاعصاب. فما دام مش شايله الاعصاب ممكن اخليها 50 60 كده تمام، اللي هي ايه؟ اللي هي قيمه 2 اكس 1 او اكس 2. احنا قلنا اكس 1 او اكس 2 يا اما 20 سم يا اما 30 سم. فلو افترضنا ان هي 30 تبقى كام؟ 60. معايا؟ مش احنا اتفقنا ان في عندنا هنا مصطلح اسمه اكس 1 اهو، وفي مصطلح اسمه اكس 2. ايه الاكس 1 واكس 2 ده؟ اكس 1 السوليد بارت بتاع الباكيه اليمين الشمال، واكس 2 ده السوليد بارت بتاع الباكيه اليمين تمام. فناخدها مثلا ايه لو هي مش شايله 60، ده شكل الـ ده شكل البلاطه الهولو بلوك. دي البلاطه الهولو بلوك دي لو كانت البلاطه دي ايه؟ وان واي زي ما انتم شايفين كده، عصب اعصاب اهي، اعصاب اهي، اعصاب اهي، وفي كروس ريب كمان ايه جاي عليهم اهو. حتى هو الراجل كاتب لك اهو قال لك ان ده كروس ريب ودي الاعصاب الايه؟ الرئيسيه تمام؟ ممكن تكون تو واي زي الحاله دي كده، ده طوب ابيض خفيف يعني. ادي عصب وعليه عصب وادي عصب وعليه عصب وهكذا تمام. دي طريقه زمان لما كانوا بيستخدموا اللي هو الطوب الاحمر اللي هو المفرر قوي ده، شايفين شكله اللي هو الطوب الاحمر ده. برده نفس الكلام، ادي الاعصاب بتاعتنا اهي كل 40 سم هو حاطط عصب اهو. بس المره دي هو بقى مش عامل كاميرا ساقطه، عامل كاميرا ايه؟ هيدن، كاميرا مخفيه تمام. التسليح بتاع السوليد سلاب ليه طريقتين، تسليح اسف الهولو بلوك ليه طريقتين، يا اما بطريقه الحديد المكسح، يا اما بطريقه الحديد الايه الطريقه اللي بيسموها طريقه الكود المصري وطريقه الكود الامريكي. يا اما تاخد الطريقه دي في التسليح، يا اما تاخد الطريقه دي ما تعملش الاثنين طبعا، يا اما دي يا اما دي. السمك بيتكتب ازاي؟ عباره عن تي فوق اللي هو السمك كله. يعني لو انا عندي البلاطه خمسة لو انا خدت البلاطه الصغيره 7 سم وخدت الاتش ب 20 يبقى تي فوق 27 وتحت 20 في كام؟ في 7. واخدين بالكم بتتكتب ازاي؟ و4 في 10 دي او 5 في 10 دي ثابته ما بتتغيرش، ممكن اخدها 5 في 10 او 5 في 8 عادي مش هتفرق يعني، لان في الاخر هي بلاطه صغيره فشبكه تسليح واحده صغيره يعني تمام. الطريقه الاولانيه في التسليح الاعصاب، احنا قلنا ان الاعصاب عباره عن سخين صح؟ مش احنا اتفقنا ان العصب عباره عن سخين 1 فاي مثلا 10 او 1 فاي 12 او 1 فاي 16 1 فاي 12. فبنكسح واحد، بنكسح واحد عند الايه؟ عند 1 من 10 من طول البحر، او عند 1 من 10 من طول البحر هنا، وواحد تاني بسبعة دي. دي اول طريقه، دي طريقه التسليح بتاع الاعصاب. خلاص انت الطريقه دي ماشيه معاك كويس، ماشيه معاك، مش ماشيه معاك خلاص ممكن نعمل الطريقه دي، ان احنا بنخلي عصبين سخين في العصب، سيخ يقف عند 1 من 10 من طول البحر، وسيخ تاني يقف عند يكمل لغايه الاخر. طبعا الكلام ده يعني احنا مش هنعمله برضو، احنا في الاخر هنعمل ايه؟ هنعمل ممكن نكتب الاثنين تحت يكملوا لغايه الاخر وخلاص، يبقى 2 في 12 او 2 في 16 تمام. وتحط السيخ كده علوي عشان النيجاتيف مومنت تاني. هوريكم بقى الكلام ده قبل ما نخش في اي في اكزامبل، عشان اطمنكم بس الاول الشكل العام عامل ازاي. طبعا التفاصيل دي يعني تفاصيل محفوظه يعني. تفاصيل الاعصاب دي تفاصيل شبه محفوظه وموجوده في اللوح كده. قبل ما اخش في المثال اللي هنتكلم فيه عن الموضوع ده،
هوريكم حاجة بس الأول كده. ده سقف طويل عريض، ده سقف طويل عريض كله هولو بلوك. بعتهولكم أنا. عامل الراجل هو عامل إيه؟ جاي على الأماكن اللي ينفع يعمل فيها كاميرا ساقطة، وعامل كاميرا ساقطة أهو كاف 3 12 في 70. وعرف يعمل هنا كاميرا ساقطة برضو. الأماكن اللي معرفش يعمل فيها كاميرا ساقطة عمل فيها كاميرا إيه؟ هيدن مختفية. عملها هنا 80 في 26، هو واخد البلاطة هنا 6 سنتي واخد البلوك 20، خد البلاطة 6. احنا قلنا ممكن ناخدها 5، ممكن ناخدها 6، ممكن ناخدها 7. ورص البلوكات بتاعته، رص البلوكات بتاعته ازاي؟ راح عامل سوليد بارت كده، واخد سوليد بارت هنا كام؟ 15، وبدأ يرص البلوكات دي. وبعدين 40 سنتي، وراح حاطط 40 سنتي كده، 40 سنتي اهي، ركزوا معايا، ده البلوك بتاعنا اللي هو 40 سنتي. وراح عامل عصب بعده كام؟ 10. وبعدين رص بقى، قعد يرص 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 كده، وجي على عمدان طبعا يعمل كاميرا ايه؟ هيدن. ما ينفعش العمود يبقى عليه عصب مباشره، لازم يتعمل عليه كاميرا ايه؟ هيدن. لو ركزتوا هنا عامل حاجه محترمه قوي اللي انا كنت لسه بقول لكم عليها. العصب اللي شايل الكاميرا الهيدن اللي شايله اعصاب عاملها كام؟ طب والكاميرا اللي مش شايله اعصاب عاملها كام؟ 60 اهو. منطقي جدا، ده كلام منطقي وكلام محترم جدا. تمام؟ لو هو عنده كاميرا كبيره زي كاميرا في النص دي، غالبا هو عمل ايه؟ هو جه يجربها 80، طلع المومنت عليها كبير جدا. فلما المومنت طلع كبير، راح داخل على السام مغير فيها تعريفها، بدل ما كانت متر خلاها كام؟ متر 25. طبعا عرض الكاميرا الهيدن ينفع يتغير في السقف عادي جدا، لان في الاخر هو كاميرا هيدن، ما هياش كاميرا ساقطه، فمش هتفرق تغييرها في حاجه يعني. طيب في طريقتين للبلكونات. قبل ما اخش البلكونات، شايفين هو مسلح الاعصاب ازاي؟ الطريقه اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها، واحد في 10 وواحد في 12، وراح مكسح واحد ومشي واحد عدل من الاول. يعني هو واحد مشى عدل وواحد مشى مكسح، بس بما انه عنده بلكونات هنا فعمل فمشى كانها ايه؟ شوكه. البلكونات في الهولو بلوك ليها طريقتين، يا اما تتعمل بالاعصاب بس بشرط الاعصاب تكون في اتجاه البلكونه، ما تكونش عكس اتجاه البلكونه، او انه يمشيها سوليد سلاب. يعني يجي هنا كده خالص، كان ينفع يجي هنا بالمناسبه يقوم جاي شايل دول خالص ويعملها لنا كانها بلاطه سوليد سلاب كده خلاص، ما يعملش فيها بلوكات. طيب ايه؟ سوليد مش محطه بمرات. لا مش مهم، ما هو محطه بهيدن بيم. ما هي عليها هيدن بيم، ما هي محاطه بكامر هيدن. تعمل ازاي؟ زي الحاله دي كده بالظبط اهي. دي باكيت حمام غالبا، راح هو عاوز يعملها سوليد سلاب. الباكيت الحمام هو مش عاوز يعملها هولو بلوك. احنا قلنا الحمام لا يفضل ابدا انه يتعمل هولو بلوك. فعمل ايه؟ عمل فوق كامر هيدن، ومن الجنب كامر هيدن، ومن هنا حاجه كده كامر هيدن، وحط البلاطه سوليد سلاب بتاعته كام؟ سمكها كام؟ 12 سم. تمام؟ طيب السؤال بس المهم، الهولو بلوك ينفع احط حيطه في اي مكان زي الفلات سلاب؟ يعني انا عاوز انا لو انا عندي، احنا اتفقنا الاعصاب بتاعتنا في الاتجاه ده كده صح؟ صح؟ ينفع احط كاميرا في اي اتجاه؟ قال لك لو انت شغال بلاطه 1 واي، ركزوا معايا في الحته دي، 1 واي لا ما ينفعش. ما ينفعش احط بلاطه في اي اتجاه الا الاتجاه العمودي على العصب. يعني ايه؟ يعني مش دي الاعصاب بتاعتك، ينفع احط حته هنا؟ اه ينفع. ينفع احط هنا حته هنا؟ ينفع. بس في الاخر الحته دي قطع على الاعصاب كلها، متشال على الاعصاب كلها. لكن ما ينفعش تجيب لي حته وتحطها لي هنا بين الاعصاب كده. ركزوا معايا. دي عمود على العصب. لازم الحيطان تيجي عمودي على العصب عشان العصب يشيلها. عشان الاعصاب كلها تشيلها. طب لو انا هستخدم تو واي، حط في اي مكان. ليه احط في اي مكان؟ لان انا عندي في الاتجاهين اعصاب، ما عنديش اي مشكله خالص، الموضوع ده مش هيمثل اي شيء معايا. الموضوع ده برده سؤال مهم حتى بيصير كمان في الانترفيوهات. طيب البلكونات، بلكونه زي دي، ركزوا معايا كده، بلكونه زي دي، تصدقوا الحاله دي مثاليه قوي وجميله قوي. الباكيه دي كده، ركزوا معايا، بس
الباكيه دي كده خمسة خمسة والباكيه دي كده سبعة الباكيه دي سبعة وقال لك انا عاوز اعمل دي هولو بلوك هعملها ازاي هولو بلوك هولو بلوك هعمل ايه اول حاجه بعملها في هولو بلوك هو وصيله بار باخد كده 20 بخط النقط قبل ما ابدا ارص حتى البلوكات بتاعتي وارص اي حاجه بس دي سوليد بارت الاول بعد كده هبدا ارص البلوكات كده ولا كده اتجاه 50 بس انا اتجاه 5 طبعا 5 طيب ادي 40 سم واحط عصب 40 سم واحط عصب 40 سم واحط عصب وهكذا تمام وادي البلوكات بتاعتي عادي خالص كده طب دي ده كان ديليفر هعمله ازاي هعمل الاعصاب كده لا ما ينفعش الحاله دي كده اضطرتني ان البلاطه دي لازم تكون ايه سوليد او ان اعمل حل تاني ده حل اهو مظبوط وصح ما حدش يزعل منه يعني ايه الحل التاني هي الباكيه كام في كام 7 5 هي 7 تنفع تكون 1 واي اه ينفع هو قال لك لغايه 7 1 واي وساعتها هعمل السوليد بارت بتاعتي عادي خالص بس هرص الاعصاب بتاعي ازاي كده طبعا هنا في سوليد بارت عندي هنا كده وبعدين اعمل ده كده هنا كده واعمل ده كده هنا كده واعمل ده كده ما دام الاعصاب بتاعتي بقت في اتجاه الكانتيليفر يبقى عادي ينفع تعمل البلاطه الكانتيليفر دي كمان هي في الاعصاب بس ما ينفعش تعملها هي كده وتعمل الاعصاب كده ومين هيشيلها في الاخر مين هيشيل البلاطه في الاخر معايا لو شيل الكانتيليفر والعصب في الاخر صح لو مفيش كانتيليفر هنا كنت رصيت العصب في اتجاه الخمسه طب لو توي مثلا مش خلاص هي لو توي بقى براحتك بقى تعمل اللي انت عاوزه لو توي هنا ما دي تبقى توي برضه هي كمان كده مش هتزعل حد في حاجه هي البلاطه توي زي الفلات ستاب بالظبط بقى احط حته مطرح ما انت عاوز واحط اي حاجه مطرح ما انت عاوز بس طبعا توي مكلفه ليه مكلفه؟ انت هتحط ضعف الحديد في السقف لانك انت كل عصب اللي هو كل 40 سم هتحط فيه سيخين طب انت لو عملتها توي يبقى هتحط اربع سياخ في نفس المكان معايا ولو ان طبعا حته برضو مهمه ان انت لو عملتها توي هتقلل المومنت شويه فبدل ما هتستخدم 2 فاي 12 لو هي كانت 1 واي ممكن تلاقي نفسك مستخدم 2 فاي 10 في دي و2 فاي 10 في دي توازن بقى محتاجه موازنات فاهمين قصدي؟ يعني محتاجه بس موازنات يعني. انت بتشوف الاعصاب الطول اصلا 5 يعني الطول كويس بس عندنا مثلا 3 53 عادي. احنا نظبطها كده. مثلا 40 بعد ال 10 ممكن البعد تحت جزء ان هو ولا يكفر 40 ولا يكفر حتى انا. زودي بقى السوليد بارت. ده سؤال لذيذ جدا. تعالوا هنا كده مثلا. شوفوا كده هتلاقوا البارت دي جايه بميل. هو عمل ايه؟ هو هنا عشان يعالج الميل ده عمل ايه؟ راح سايحب البلوكات دي يعني انا هديكم بس مثال تعالوا نعملها كده مع بعض بسرعه ادي ايه الحاله بتاعتكم اللي هي كام في كام مثلا ايه 4.5 في احسب ار اي سي انا هعمل لكم حاله يعني ايه ضلمه خالص وبعدين دي نقول هنا ايه 5 في 6 ركزوا بس معايا ماشي 5 في 6 ماشي و عندي عمود هنا
انا عندي حلقه بالشكل ده كده. فانا هنظلمها بس هنظلمها كده و دلوقتي انا محتاج اعمل دي، عاوز اعمل الباكيه دي هولو بلوك ماشي بالشكل ده كده. اولا مسموح لك في الخارجي انك تعمل خلاص، انا افترض يعني ان انا مسموح لي في الخارجي اعمل ايه؟ بروجكتد بيم كاميرا ساقطه صح؟ خلاص عاملها كام؟ 25 حتى لو في بلكونات؟ طب والله ما انا مساعدك ان انا عامل بلكونات. هو صراحه المبنى كله من ناحيه بلكونات. مش مش ناخد هنا اوفست متر مثلا، ناخد هنا اوفست متر كده مثلا. حاجه عجيبه بالشكل كده بالشكل ده كده. هذه البلاطة بتاعتي طبعا المفروض دي كده مفتوحين على بعض تمام. البلاطة دي انا محتاج اعملها ايه؟ هولو بلوك. تعالوا بقى نركز مع بعض، دي حاجة لذيذة خالص يعني. اولا الخارجي هعمله ايه؟ هعمله 25 صح؟ بس 25 هنا 25 هنا 25 هنا واسيب دي كده زي ما هي ماشي. دي ينفع اعمل فيها كاميرا ساقطه ولا ما ينفعش؟ على حسب، لو هي هتطلع برج يعني لو هي دي برج مش بلكونه يبقى صعب جدا انك تعملها لي هنا كاميرا ساقطه، فنعملها كاميرا هيدن برضو عادي خالص. السؤال الاهم هتفرش في انهي اتجاه؟ هتحط الاعصاب بتاعتك اسف بقى مش في الشورت صح؟ في الشورت. فين الشورت عندنا؟ اللي هو ده الصغير ده صح؟ ما هي الباكيه دي، ما باكيه باكيه احنا بناخد باكيه باكيه بناخد باكيه باكيه سنتر تو سنتر، اي باكيه في الدنيا بتتقاس سنتر تو سنتر. 4.5 في 5.5 يبقى انا احط الاعصاب بتاعي في انهي اتجاه؟ 4.5 صح كده؟ ماشي يلا انا ما عنديش مشكله خالص. قبل ما نحط الاعصاب بتاعتنا محتاج اعمل الايه؟ السوليد بار اللي هي وليكن 20 سنتر كصفه مبدئيه ماشي. اوفست انا عملت امر اوفست، انا كل اللي انا عملته امر اوفست ما عملتش حاجه غير كده ماشي. ادي اوفست اهي. بعدين تعالى يا باشمهندس كده، هي الكاميرا دي احنا قلنا انت قلت هتحط الاعصاب بتاعك في انهي اتجاه؟ في القصير. يبقى الكاميرا دي شايله معاك في الاعصاب ولا مش شايله؟ الكاميرا دي كده لا مش شايله، ما الاعصاب هتبقى كده مش شايله الاعصاب، هي مش هتبقى شايله الاعصاب. بما انها مش شايله الاعصاب هنخليها كام؟ 60 مثلا ماشي. ناخدها اوفست، انا خدت سنت خط من السنتر لاين، خدت ايه؟ سنتر لاين اهو، خدت ايه؟ نص. لا تعالوا نظلمها اكتر. بس عشان تبقى الكلام اكتر منطقية اهو العمودين كمان مش على اكس واحد. الكاميرا هتيجي ازاي؟ برضو هنا من نص العمود لنص العمود بميل، واخد هنا اوفست 30 وهنا اوفست ايه؟ 30. ادي الكاميرا بتاعتنا اهو تمام؟ ادي الكاميرا بتاعتنا اللي هي الكاميرا الساقطة بتاعتنا معايا؟ دي اللي هي الكاميرا الكاميرا الساقطة تمام. وهنا هتعمل كاميرا ساقطة ولا هتعمل كاميرا عادية؟ هتعملوا ايه؟ خلوها كاميرا هيدن مخفية زي دي كده تمام؟ كاميرا هيدن طبعا الخط في النص ده مش محتاج في حاجة، انا خلاص انا كنت بس بحدد بيه شكل الكاميرا يعني. طب ودي هتعملوها ايه؟ هيدن برضو خلوها هيدن. نفترض يعني افتراض ايه جدلي كده ان احنا مش عارفين نعمل الشغل كده. سنتر تو سنتر سنتر تو سنتر، شوفين انا باجي على نص العمود اهو، هاخد اوفست يمين واوفست شمال خلاص كده. ايه؟ دي الكاميرا دي هتبقى شايله صح؟ خلاص بما انها كاميرا شايله يبقى احترم نفسي وما اخليهاش 30، خليها كام؟ 40 40 يعني 40 من ناحيه و40 من ناحيه، يعني تبقى كام في الاخر؟ احنا بناخد اوفست من النص، فلما ناخد اوفست من النص تبقى دي كام؟ انتوا مركزه يا اسراء؟ يعني لو مش شايل اوفست 60 لا اوفست اوفست هي لو كاميرا 80 تبقى اوفست 40 ماشي؟ معايا كده يا شباب؟
بعد كده تعمل ايه؟ خلاص انت عملت الكاميرا بتاعتك كده خلاص، ابدأ رص الاعصاب بتاعتك. احنا قلنا الاعصاب بتاعتنا ترص في اي اتجاه؟ في الاتجاه ده القصير ده، صح؟ خلاص انا هبدأ من اول هنا كده، هبدأ من اول هنا كده واقول ايه، انا عندي اوفست كام؟ 40. شايفين الاعصاب بتاعتي عاملها ازاي؟ عدله بقى. جيت على اخر حز للكاميرا، يعني المفروض ان ده حز الكاميرا بتاعتي اهو. انتوا معايا؟ ده حز الكاميرا بتاعتي. ده الحز بتاع الكاميرا بتاعي اهو. جيت على اخر حز ليها وهمشي عدل. طب وده يخش تبع سول تبع الكاميرا المدفونه او تبع سوليد بارت، مش موضوعي. معايا؟ وابدا احط الايه؟ وابدا احط الاعصاب بتاعتي ازاي؟ 40 وبعدين 10. 40 وبعدين 10. ممكن انا بقى خلاص كده انا عملت مره واحده، مش قصه اهي. اخد انا على طول ايه؟ كوبي اهو 40 وبعدين، لا انا اخدت كوبي غلط. المفروض ايه؟ المفروض دي تبقى 10، ناخد دي 10 الاول. وبعدين تعالى كده وناخد دي كده ايه 40 و10. مركزين انا بعمل ايه؟ 40 و10 40 و10 40 و10. بعدين اجي هنا اعمل ايه؟ هلاقيها هنا ايه؟ ابدا الباكيه الثانيه ازاي؟ خلاص ادي مش انا الكاميرا بتاعتي عاوزها كام؟ خلاص انهي البلوكات هنا وامسح اخر عصب، لان عندي دي كاميرا مدفونه اهي. كاميرا مدفونه اللي هي سمكها كام؟ اتفقنا ان دي مش شايله معايا فيكفيني انها 60 اهي، ماشي؟ اخش بعد كده على الباكيه الثانيه. امشي ازاي؟ الباكيه الثانيه عدله ما فيهاش مشكله، يعني ما فيهاش الميل ده. ما فيهاش الميل ده. ما تبقاش حاجه تحت. لا هي حتى لو اتبقى، ما هو خدي بالك من حاجه، ده كويس سؤال كويس انك قلتي، ما اعرفش كده هيضطر يعملها لنا كلها. ركزي معايا فين ريدو؟ المفروض ريدو مش عنده، ماشي مش مشكله. اعملها لك تاني. اوفست تاني 10. ممكن انا اخد لكم البلوكات دي من هنا عشان حتى يبقى ايه، تبقى انتم متخيلين معايا الوضع بشكل كويس، اللي هي التقسيم كل 20 يعني. احنا البلوكات هتبدا من بعد السوليد بارت، صح؟ بعدين اكملها عادي خالص لغايه ما اوقف فين. انا فاهم قصدك، انت عاوزه بقى تشوفي هي هتيجي تقفل فين، صح؟ ماشي خالص، حواليك هي تقفل فين. طيب في الاخر قفلت فين؟ جيت احط بلوك هنا، ممكن الونهم لكم بلون مختلف عشان يبان. دي البلوكات بتاعتي اهي، خليها مثلا باللون الازرق مثلا. جيت احط بلوك هنا، ركزي معايا اهو، كوبي كده من هنا هيجي على الايه؟ على السوليد بارت. ركزي بقى معايا، حاجة قيس أنا بقى الدايمنشن اللي هنا كده، شوفوا كام؟ ده 10 صح؟ يبقى أنا أعمل أنا هنا إيه بقى؟ آخد 5 من الناحية دي و5 من الناحية دي وخلاص. بس أوسطنهم، ساعتها السوليد بارت بدل ما هو كان 20 ما يبقى كام؟ بس الله ينور عليكم، أنتوا لقطتوا كده الموضوع كده خلاص. يبقى أنا السوليد بارت بتاعي بقى اتحكم عليا بكام؟ خلاص بقى ما بقاش 20، يعني أنا المفروض إن أنا جاي عامل كده البلوكات بتاعتي بالشكل ده كده، موف للخط ده. طب ممكن تطلع 24 ممكن. ممكن تطلع 26 ممكن، زي ما تحكم معاك يعني وسطانهم. في الاخر انا عاوز اقيس السوليد بارت بتاعك ده ما لاقوش باي حال من الاحوال اقل من كام؟ من 20 سم. ماشي يزيد ماشي. طب لو تحت مثلا، يعني مثلا احنا ظبطناها ما ان شاء الله مش هتظبط دلوقتي، ما تقلقيش. عشان انا طبعا مش عاوز تظبط عشانكم انتوا يعني. تمام؟ اخد بقى انا ايه؟ اخد انا كوبي من الحاجات دي كلها تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ركزوا معايا كده اهو. ادي البلوكات بتاعتي اهو. هنا اهو وقفت انا خلاص اهو، ماشي؟ ركزي بقى معايا، انا عصب اهو، هقيس الحته دي كده كام؟ 40. ايه الرخامه دي؟ ظبطت. انا حسيت ان انت قفلت. طيب هقول لك انا حاجه، ان شاء الله مش هنخليها تظبط. مش هتظبط ازاي؟ ممكن اغير الرخامه. اقول لك حاجه، لا هنرحل دي سنه كده 10 عشان ما تظبطش. 10
وحش كده مش هينفع. اقول لكم حاجه ناخد الكاميرا دي ناخد الكاميرا دي 80 عشان ما تظبطش. فنقول هنا اوفست 1/10 10 كده 1/10 بس كده خلوها 80 مش مشكله. طيب رحت انا بلوكات وعصب بلوكات وعصب هاخد انا بقى بعد كده المفروض انا ايه دلوقتي انقل البلوكات. ركزوا معايا جيت انقل البلوكات بتاعتي ما لقيتها انها مش ايه مش جاي. هو انا عندي البلوك هنا كام؟ 40. وانا عندي بلوك 20 ولا ما عنديش بلوك 20؟ عندي خلاص. اعمل ايه انا بقى؟ انا جاي واخد دول بره كده موف ومخليهم كام؟ 20. بس كده اخليهم 20 واخدهم وانقلهم ايه وادخلهم لهنا. لو حسبت مثلا تمشي لو ايه ماشي بس تبقى زودت الكاميرا زياده عن اللزوم. طيب ايه ده يا باشمهندس؟ ما انت بتهزر. ما انت لسه قايل اهو هتخليها 20 وال10 دي اعمل فيهم ايه؟ 10 دي تدخلها تبع الهيدن خلاص. ما هو مش كتير بقى ده احنا يعني انتوا عاوزين كنتوا عاوزين الاول تكبروها 40 سم. انا خلاص مش هكبرها وخلاص بدل ما هي 80 بقى لا خلاص انا اقول ان الكاميرا بتاعتي من اول هنا لغايه هنا 90 بس كده خلاص. ايه؟ ممكن صح ممكن زي ما اسراء بيقول بس كده كده انا اصلا سايب فوق جزء كبير. بالمناسبه انتوا لو عاوزين توفروا يعني لا انا سبت ده اوبشن اهو. انتوا لو عاوزين توفروا ممكن كنت تعملوا ايه؟ ممكن تيجي تعملوا بس مش كنت عاوز اقول لكم عشان ما تلخبطكوش. ممكن لو جاي عامل انا اوفست 10 عشان عندي عصب المفروض هنا عصب بس العصب ده مش يعني وهمي هو مش موجود ما هو يقف لغايه الكاميرا دي. ما العصب متشال هنا على الكاميرا دي عشان عندي العصب ده متشال هنا عادي. واعمل ايه هنا بقى؟ ركزوا معايا. اقوم جاي واخد نسخه من دول بس مش من بتوع ال 40 اخدهم من بتوع الايه؟ او اسيبها فاضيه زي ما انا كنت سايبها هي مش هتفرق يعني في حاجه. ركزوا معايا كده بس طبعا ما اقدرش ادخلها في الكاميرا نهائي لازم اقعد انزلهم ايه على حدود الكاميرا ما اقدرش ابدا ادخلها في الكاميرا دي كاميرا لازم تطلع كلها حديقه خرسان. ركزوا كده معايا تاني هدي موف من هنا كمان عشان تطلع مظبوطه بس كده خلاص دخل لا خلاص كده واقفه كده مظبوطه. واوقف بقى العصب بتاعي فين؟ اوقفه لغايه هنا. ادي الخط بتاعهم خط العصب بتاعهم تمام. ينفع اعملها كده؟ ينفع. طب هو يا باشمهندس ينفع برضو كنت تسيبها كلها تتعمل ضمن الكاميرا متون؟ ينفع. يعني ينفع تعملها كده؟ يعني ينفع تعملها كده ان انا ابدا من عند نهايه الكاميرا وابتدي اشتغل؟ ينفع. وينفع تعملها بالميل ده؟ ينفع. لو شالين ينفعوا بس هو يعني كده او كده هينفعوا. يعني ينفع تسيبها كده وساعتها بقى مش محتاج العصب ده في حاجه خلاص ما كده كده كلها تبع الكاميرا صح. والمناسبه انا الخطوط دي وهميه انا هشيلها كده كده بعد كده. الخطوط دي انا هشيلها دلوقتي بس هوريكم في الاخر لما نيجي نشطب خلاص سيبوهم مش مشكله. اهو انا هعمل ترم للحاجات دي دلوقتي. يعني انا لسه ما قفلتش شغل يعني. نفس الكلام اعمل بقى اخد انا بقى يعني عشان ما اقعدش نتعب نفسنا ناخد هنا ايه كابي كده عشان ما اقعدش يعني نضيع وقت. كابي كده من دول واجي هنا اقول له ايه ادي الكاميرا دي الكاميرا اهي خدت بلوكات اهي معايا. انتوا مركزين معايا؟ ادي الكاميرا اهي هنقل العصب ده هنا الاول وبعدين ارجع اشتغل بقى ايه كابيهات زي ما انا عملت فوق كده. اخد ده كده يا عم كده اهو وبعدين كده اهو وبعدين كده اهو وبعدين كده وبعدين كده. ايه ده تظلمتها؟ ارجع تاني كفايه لغايه هنا
فهي اعصاب لغايه هنا. طبعا انتوا ايه، انا هاجي اعمل هنا، هاجي ده حدود الكاميرا بتاع، ده حدود الكاميرا المدفونه بتاعتي هنا اهي صح. كل دول كده ما لهمش اي لازمه عندي. ركزوا معايا كده، انا بعمل ترم منين؟ بس انا كل دول كده مش معايا، مش مدخلهم في حاجه، عشان الباشمهندسه كانت لسه بتسالني على سول بارت دلوقتي. بس كده، لان لسه كمان هشيل الخطوط بتاعت الكاميرات دي كمان، لسه هشيلها دلوقتي كمان. طيب انت وقفت هنا عند الكاميرا دي كده تمام اهو. تمام. طب هنا هنعمل ايه؟ زي ما عملنا فوق، زي ما عملنا عند الميل ده، هنعمل هنا برضو كده. تعالوا كده نقلوا البلوكات دي هنا كده لغايه ما تشوف هتودينا لغايه فين. البلوكات ممكن تيجي الميل؟ لا تيجي عدل عشان العصب عدل. طيب هنا كده كويسه؟ عامله مشكله في حاجه؟ طيب ممكن ناخد منها نسخه هنا ولا مش هتكفي؟ تعالوا نشوف. ما هي عاوزه عصب، ما انا ما اقدرش احط هنا حاجه الا بعصب. خلاص يبقى سيبها كده على وضعها بقى كده، اعتبروا ده جزء من الايه، من السوليد بارت. ما انتوا خدوا بالكم من حاجه، انا ما اقدرش انقل البلوكات نسخه هنا بلوكات، لازم الاول احط ايه، ريب. انا ما اقدرش يعني، انا ما اقدرش يعني، انا لو عاوز، انا عاوز احط حاجه تحت، عاوز احط حاجه تحت، احط حاجه تحت، بس لازم الاول عليهم عصب قبل ما تنقل البلوكات نفسها. فممكن تيجي تعمل ايه يعني، لو حد يعني عاوز يوفر قوي 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 قوي، يجي يوم جاي مخلي لنا ده 20 يعني، حاجه كده على الاخر يعني، برضو يعني ده توفير اوفر يعني، ما فيش داعي للكلام ده، بس مش مشكله خلينا نعمله. طب وهنا اكملها ايه؟ ممكن اكملها بلوكات عشرينات. لا كفايه بقى كده، كفايه كده، ممكن بس كده خلاص. شايفين الموضوع عامل ازاي؟ شايفين الموضوع عامل ازاي؟ طيب احنا ما حدش دلوقتي جاوب لنا على السؤال المهم، هي دي هتتعمل ايه؟ سوليد سلاب قولا واحدا. باك يا سوليد سلاب بقى، شوكه يعني؟ اه شوك عادي خالص، شوك عادي خالص. باك يا سوليد سلاب دي بقى بتتهشر بما انها ايه؟ لا لا ما خلاص، ما هو الهيدن بيم خلاص. انت قصدك عشان ما الهيدن بيم جزء منها يعتبر تبع سوليد بارت خلاص. يعني انت قصدك بعد دول كمان نسيب مسافه؟ لا لا خلاص مش محتاج مسافه ثانيه بعدهم. انت قصدك يا محمد نسيب لا بس الكلام ده مع اللي شايل، بس يعني مع اللي شايل في اتجاه اللي شايل، في اتجاه اللي شايل مش اللي متشال. ماشي، هي الكاميرا هيدن بيم تعتبر كلها سوليد بارت. لو افتكر معايا كده بس، ركز معايا في افتكر الشرح بتاعنا اهو. اهي في سوليد بارت، هي نفسها سوليد بارت صح؟ هي نفسها سوليد بارت، انا مش محتاج اعمل ايه في سوليد بارت بقى كده خلاص تمام؟ كده يبقى انا هعمل ايه بقى؟ خلاص كده هفتح بقى الحاجات دي كده على بعض خلاص، انا ما عنديش محتاج حاجه، انا خلاص انا عرفته بس كده. هعمل هنا ترمات، ترم كده، ركزوا معايا دي بس انا هفصلها. ليه هتفصلها؟ لانها هتبقى باك يا سوليد سلاب، دي هتبقى باك يا سوليد سلاب تمام كده. طبعا العصب ده المفروض يكمل ايه؟ يكمل كده الخط ده. الخطوط دي كل الخطوط اللي انا حطيتها عشان احدد بيها خلاص ما عادش ليها لازمه، ده مجرد خطوط وهميه. طب وبالنسبه للكاميرا الساقطه؟ طبعا الحاجات دي الزيادات دي تتشال، مفيش زيادات، انتوا معايا؟ الزيادات دي تتشال. تمام
ودي كاميرا. سؤال بقى المهم، طيب ما انت عندك الكنتليفر ده انت قررت خلاص هتعمله سوليد سلاب زي الباكه دي كده بالظبط، ان حواليه كاميرا اهو، وهم جاي واخد تسليح انا سوليد سلاب دي وحطه هناك هنا، تمام. طيب الباكيه دي مش ملاحظ ان الاعصاب بتاعتنا في اتجاه الكنتليفر؟ يبقى ينفع كملها ولا ما ينفعش؟ ينفع، خلاص كملها، ينفع تكملها عادي جدا. ركزوا معايا، هبدا اكملها منين؟ لغايه هنا كده مثلا، ركزوا معايا هكملها منين؟ من هنا كده ولا من هنا كده؟ لا، انا لازم اسيب الجزء بتاع الهيدن بيم ده محدش يقرب منه خالص. الجزء بتاع الهيدن بيم ده جزء كريتيكال. ايه ده يا باشمهندس؟ ما هو انت في عندك دلوقتي مشكله يعني حضرتك، ما هو البلوكات جاي على الهيدن بيم، شيلها وزود الهيدن بيم. يا باشمهندس ما هي جايه على الهيدن بيم، اه شيلها عادي خالص، ما انا كده كده الخط ده اصلا وهمي، خط هيتشال، الخط ده خط وهمي هيتشال. وكمل بقى الحاجات اللي تحت كده، انتوا مركزين ولا هنكتوا مني؟ كل ما يحصل مشكله في البلوكات الكاميرا، اه الكاميرا اهم، هي الكاميرا هي في الاخر هي اللي شايله. طيب وهنا لا طبعا، وقف دي كده لغايه هنا خلاص، دي تمشي تبع الهيدن بيم ماشي. وفوق اوعى كمل دي، اوعى تطلع لي دي كده، يعني اوعى تطلعوا لي دي كده، تطلعش كده، دي تبع الهيدن بيم، كانها كانتليفر هيدن بيم، تمام. بس كده، اه بس كده. طب يا باشمهندس هو انت من يعني ما فيش حاجه كده ناقصه في اللوحه دي؟ لا ما فيش حاجه كده ناقصه في اللوحه دي، احنا كده عملنا الهولو بلوك بشكلها العجيب، مره نفعت سوليد سلاب كانتليفر يعني. طبعا بالمناسبه يعني، هو انت ينفع تعمل هنا كاميرا على دي؟ اه ينفع، يعني مش ينفع، ده يفضل كمان انك انت تيجي تعمل لي هنا كاميرا 25 سقطه. لو عرفت تعمل كاميرا سقطه، تيجي تعمل هنا كاميرا سقطه على دي كده، متشال على كانتليفر ده، عشان بقى يعني نبقى نعمل شغل محترم بقى، يعني عاوزين شغل محترم. اهو اسف العكس. طب افرض انا يا باشمهندس، يعني افرض انا اسف انا ما عرفتش اعمل كاميرا ساقطه، اعملها هيدن 50 سم مثلا. امشيها له بلوك ليه؟ ما ينفعش تمشي له بلوك، الاعصاب مش في اتجاهها. قصدك تمشيها هيدن وتعمل على الاعصاب؟ مش مستاهله يا محمد. هو ينفع طبعا، هو محمد ده بيقول ايه؟ بيقول فكره كويسه، بيقول خلاص ما تمشي دي كاميرا كانها مثلا كاميرا ايه 80 80، كانها كاميرا 80 هيدن، وتبقى متشاله على الكاميرا دي والكاميرا دي، بس في الاخر هتلاقي الفرق هنا قد ايه؟ بسيط جدا يعني، لا يذكر يعني، فخلاص ما هياش مستاهله يعني. يبقى دي باكيه كده. طبعا زي ما انتم عارفين ان ايه، مادام في السقف فيه بلاطه في منسوب غير المنسوب لازم تتهشر. البلاطات دايما زي ما هو عامل هنا كده في التسليح. طب والتسليح بتاعي يا باشمهندسين، انا عامل التسليح بتاعي ازاي؟ خدوا كوبي من هنا كده بالصلاه على النبي كده زي ما هو كده. ايه؟ مثلا التسليح مثلا على 4 ولا هو 1؟ لا اظبطي التسليح بقى انت، ما احنا هناخده ونشوفه. طبعا انا على افتراض ان انا صممت، انا لسه ما صممتش، بس انا عاوز اوريكم التسليح هيتعمل ازاي. تمام. دي حاجه بنت حلال خالص اهي، وتعالوا كده من هنا كده ايه، خدها كابي. بصوا انا هعملها كابي ازاي. هي الباكيه دي فين نصها؟ ده نصها اهو، ده نص الباكيه اهو. انا ليه جبت عند نص الباكيه؟ عشان اقعد اعمل استريتشات واظبطها عليها من غير وجع دماغ. طيب تعالى كده من هنا يا باشمهندس، هو ده التسليح بتاعنا بتاع العصب. يعني افترض ان هي طلعت 1 12 1 ايه؟ وتعالى كده يا باشمهندس، يا رب العربيه ما تتشال. ماشي. وبعدين ايه؟ ارمي بقى دول هنا يا باشمهندس كده خلاص، انت كده يعني وجبت توجيب عاليه جدا جدا جدا. شفت انا عملت السلتشات ازاي على اللوحه؟ ادي العصب اتسلح اهو من هنا، واعمل نفس الكلام ده هنا. لا ركزي بس معايا، خليكي بس معايا. ده بس خد بالك بقى يا باشمهندس، هو ده بلكونه
يعني العصب هنا المفروض ياخد شكل الايه؟ الشوكة. اجري خد شكل الشوكة وحطها. يعني تعالى الاول كده احنا ممكن نيجي احنا على لوحدنا على طول من غير ما نعمل اي حاجة. شايفين الاسترتش ده؟ شايفين الاسترتش ده؟ ادي شكل الشوكة. واخد انا كمان لو انا يعني عاوز اظبط الشغل قوي زياده عن اللزوم يعني اجي اقول له كمان يا عم حط لي كمان ايه حط لي 1/12 بالشكل ده كده. ايه ده يا باشمهندس يعني الاتجاه عادي احنا بتفرق معانا اتجاهات. ادي روتيت اهوت روتيت وبعدين اعمل ايه ميرور وبعدين خد الكتابه دي هنا زي ما هي كده احنا الفنا هو رسمه كامله واحنا قاعدين وزود ده هنا يا عم 1/12 كده على الاعصاب. طب افرض مش جاي على المقاس حظنا حلو وطالع مظبوط على المقاس. افرض ما جاش مظبوط على المقاس استرشات وظبط نفسك خلاص. طب بعدين يا باشمهندس يعني هتعمل لنا ايه تاني؟ اهو تعالى بقى خد يلا خد الكتابه دي وارميها هنا. هرميها هنا فين؟ ارميها على انهي مقاس؟ على الصغير. يعني افرض الكاميرا ما هي الكاميرا اللي هي البروجيكت دي الكاميرا اللي هي الهيدن اسف مقاسها متغير فاكرين احنا كنا عاملين مقاس متغير. اخد الصغير بتاعها واعمله اقول له يا دي كام؟ دي 80 صح؟ احنا كنا عاملين الكاميرا دي على انها كام؟ 80 ولا كانت كام؟ 60 خلاص يبقى اقول له دي كده 60 اهو 60 واخد بقى كل كاميرا واسميها الصوت اخليه اسمه طبعا قيس بقى دي 90 خليها 90 زي ما هي ودي زي ما تطلع دي كانت كام؟ دي احنا عملناها كام؟ زودناها فاكرين؟ خلاص 95 خليها 95 على وضعها مش هتزعل لحد في حاجه يعني مش هتسيء لحد انها تكون 95 هي بتبقى اخرها من 80 ل 100؟ هي من 80 100 ما نفعتش بنخليها 120 لغايه 140 بتمشي على حسب الكوميت المومنت. طيب ايه تاني ناقصنا كده في تسليح البتاع دي؟ اه خد بقى السوليد سلاب باكيت السوليد سلاب دي ورمي عليها اللي هنا الشكل بتاع السوليد اللي انا كنت واخداها كده نفس الباكيت عادي جدا 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 جدا. طب بالنسبه للستاتيك نفس السوليد نفس الايه؟ الستاتيك اللي احنا هنكمل عليه بقى نجيب لحظه فاصل اه نفس بتاع السوليد نفس بتاع السوليد دي صغيره جدا خلوها سوليد سلاب ما تعملهاش الهولو بلوك الحمامات اظن يعني اظن مش ممكن تقابله شكل اعجب من اللي احنا عملناه ده. لا مفيش بصراحه يعني ان هو ايه ميل من تحت وميل من فوق وكان تليفر يمين وكان تليفر شمال ومره نافع نحط فيه الاعصاب ومره مش نافع فيه نحط فيه الاعصاب. اظن ده كده رسم ممتاز للموضوع ده يعني.